يعني بكل تأكيد هو رسالة واضحة من الولايات المتحدة الأمريكية أن الصبر الأمريكي قد نفذ جراء الحقيقة الممارسات الإيرانية فيما يخص البرنامج النووي الإيراني الذي أصبح يهدد أمن المنطقة وأمن الحلفاء، خاصة حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، دول مجلس التعاون الخليجي، الحقيقة الجانب الإسرائيلي، أيضا العالم والدول الأوروبية وحلف شمال الأطلسي والغرب يتخوف بشكل كبير جراء التطور الملحوظ للبرنامج النووي الايراني والتخصيب الحقيقه اليورانيوم الى وصل الى حد 60%، الى جانب الحقيقه يعني وجود كميات كبيره من المياه الثقيله، وايضا الحقيقه يعني المخزون اليورانيوم اللي هو تجاوز النسبه المحدوده في الحقيقه يعني الاتفاق 5+1. ومن ثم اعتقد ان هذه رساله واضحه للوكاله الدوليه للطاقه الذريه أن يعني صبر الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي قد نفذ جراء يعني المراوغة الإيرانية التي دائما يعني ما تعمل على حقيقة يعني تنفيذ عدد كبير من تصدير ازدواجية في التصريحات للمجتمع الدولي. علينا الجلوس على طاولة المفاوضات ورفع العقوبات أولا ومن ثم الحديث إذا كان هناك حديث على برنامج نووي إيراني. أستاذ أحمد، هذه الرسالة أو هذا التهديد هل سيؤثر على المفاوضات المقبلة يوم الاثنين المقبل أم يدعمها؟ يعني بكل تأكيد هو رسالة واضحة، يعني رسالة واضحة أن حتى إذا كان هناك جلوس يوم 29 فيما يخص فيينا، أعتقد أنه على الجانب الإيراني إبداء مرونة مع الحقيقة الموضوع 4+1. إذا كان يتحدث الجانب الإيراني على رفع العقوبات أولا، هناك شروط أوروبية أمريكية على أن يكون هناك تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يخص منشأة فرج، وايضا تثبيت كاميرات المراقبه والعمل على العوده للاتفاق النووي الايراني. لا حديث على رفع عقوبات امر دوليه خاصه الولايات المتحده الامريكيه الا ان يكون هناك تجاوب الاول، يعني بمعنى ان الجانب الايراني عليه ابداء حقيقه التجاوب مع دول 4+1 ومع الولايات المتحده الامريكيه في العوده للاتفاق النووي الايراني وبنود الاتفاق النووي الايراني وتثبيت الكاميرات في المناطق التي تريدها او في المنشآت التي تريدها الوكاله الدوليه للطاقه الذريه خاصه يعني منشآت فرج، ومن ثم علينا الحديث عن رفع العقوبات. هذه ستكون الرساله الواضحه، انما المفاوضات اعتقد انه المفاوضات يعني ستعقد في موعدها، واعتقد ان الرساله يعني وضحت قبيل هذه الحقيقه يعني يوم 29. أستاذ أحمد، ماذا عن إسرائيل وتهديدها العسكري المستمر باستهداف البرنامج النووي الإيراني، وخاصة بعد إعلان وزير دفاعها كان جانتس الاستعداد الكامل لذلك؟ يعني بكل تأكيد إسرائيل ترى الخطر الوجودي في امتلاك الجانب الإيراني أسلحة نووية، أسلحة دمار شامل تهدد إسرائيل، خاصة رأينا في الفترة الأخيرة المناوشات حتى على المستوى الملاحة البحرية والتعدي على ناقلات البحرية من كلتا الدولتين، ومن ثم أعتقد أن هناك يعني استراتيجية أمريكية إسرائيلية حتى في كيفية التعامل المستقبلي إذا فشلت التفاوض، كيف سيكون هناك يعني توقيع حقيقة عمليات عسكرية مستقبلية. هذا موضوع وتحدثت عنه الحقيقة الإدارة الأمريكية من قبل المتحدث الحقيقة باسم وزارة الخارجية والبنتاغون، إذا فشلت المفاوضات الأمريكية مع الحقيقة الجانب الإيراني أعتقد أن سيكون هناك تفاهمات مع دول الحليفة، وأعتقد أن هناك كانت يعني زيارة إسرائيلية للولايات المتحدة الأمريكية تطرقت إلى كيفية التعامل مستقبلا إذا تجاوزت إيران وامتلكت سلاح نووي قد يهدد المنطقة دون التجاوب مع المفاوضات الدولية. شكرا جزيلا المحلل السياسي والمختص في الشؤون الدولية أحمد العناني على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة عبر خدمة سكايب من القاهرة، شكرا جزيلا.